بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس، وموضوع درسنا لهذا اليوم هو حل المتباينات التي تتضمن القيم المطلقة في جزئه الثاني للصف الثالث متوسط. سنتعلم اليوم كتابة المتباينات التي تتضمن القيم المطلقة من التمثيل البياني، وسنتعلم كذلك أمثلة من واقع الحياة على المتباينات التي تتضمن القيمة المطلقة. مثال: اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة لكل من التمثيلات الآتية. لدينا التمثيل البياني الأول، نلاحظ النقطة الأولى عند 2 وهي مفتوحة، والنقطة الثانية عند سالب 2 وهي مفتوحة. نلاحظ أن التمثيل البياني للنقطتين يتقاطع مع بعض. الآن لحل هذا التمثيل أو لكتابة المتباينة لهذا التمثيل، في البداية نحدد نقطة المنتصف، نقطة المنتصف عند الصفر، ثم نبحث بعد نقطة المنتصف عن النقطة الأولى 2، وبعد نقطة المنتصف عن النقطة الثانية سالب 2. الصفر يبعد عن 2 نقطتان، والصفر يبعد كذلك عن سالب 2 نقطتان. الآن نكتب المتباينة. المتباينة هي القيمة المطلقة لسين ناقصا نقطة المنتصف، نقطة المنتصف هي الصفر، أقل من، ذكرنا أقل من لأن التمثيل البياني النقطتين متقاطع مع بعض، وذكرنا أقل من بدون علامة المساواة لأن الدائرة مفتوحة. أقل من 2، 2 هو بعد الصفر عن النقطة الأولى 2 نقطتين، وبعد الصفر عن النقطة الثانية سالب 2 هو نقطتين. سين ناقص صفر بسين، إذا نحصل على القيمة المطلقة التالية، القيمة المطلقة لسين أقل من 2. التمثيل البياني الثاني: النقطة الأولى مغلقة عند 1 ومتجهة باتجاه اليمين، والنقطة الثانية عند سالب 3 ومغلقة ومتجهة باتجاه اليسار. نلاحظ أن التمثيل البياني للنقطتين غير متقاطع، فالتمثيل الأول للنقطة الأولى باتجاه اليمين، والتمثيل الثاني للنقطة الثانية باتجاه اليسار. نحدد نقطة المنتصف، نقطة المنتصف هي سالب 1. نوجد بعد نقطة المنتصف عن النقطة الأولى 1، وبعد نقطة المنتصف عن النقطة الثانية سالب 3. سالب 1 يبعد عن 1 نقطتين، ويبعد عن السالب 3 نقطتين. إذا سيكون لدينا المتباينة التالية: القيمة المطلقة لسين ناقصا نقطة المنتصف سالب 1 أكبر من أو يساوي، لأن التمثيل للنقطة الأولى والنقطة الثانية غير متقاطع، لذلك ذكرنا أكبر، علامة المساواة لأن الدائرة مغلقة. 2 هو المقصود ببعد سالب 1 عن النقطة الأولى عن 1 نقطتين، وبعد سالب 1 عن سالب 3 نقطتين. إذن القيمة المطلقة سين السالب في السالب يتحول إلى موجب، نحصل على أن القيمة المطلقة لسين زائدا 1 أكبر من أو يساوي 2. تقويم: اكتب متباينة تتضمن القيمة المطلقة لكل من التمثيلات الآتية. لدينا التمثيل الأول، النقطة الأولى بين 8 و10 هي 9 ودائرة مفتوحة. النقطة الثانية بين سالب 12 وسالب 14 هي سالب 13 والدائرة مفتوحة. ونلاحظ أن التمثيل البياني للنقطة 9 والنقطة سالب 13 متقاطع، فنبحث عن نقطة المنتصف. نقطة المنتصف بين 9 وسالب 13 هي سالب 2. نوجد بعد سالب 2 على النقطة الأولى 9، وبعد سالب 2 على النقطة الثانية سالب 13. سالب 2 يبعد عن 9 11 نقطة، وسالب 2 يبعد عن سالب 13 11 نقطة. إذن سيكون لدينا المتباينة التالية: القيمة المطلقة لسين ناقصا نقطة المنتصف سالب 2 أقل من 11، 11 هو بعد نقطة المنتصف عن النقطة الأولى، وبعد نقطة المنتصف عن النقطة الثانية. السالب في السالب يتحول إلى موجب، نحصل على أن القيمة المطلقة لسين زائدا 2 أقل من 11. التمثيل البياني الثاني، النقطة الأولى عند 2 ومغلقة وباتجاه اليمين، والنقطة الثانية عند سالب 6 ومغلقة وباتجاه اليسار.
لحل هذا التمثيل أو لكتابة متباينة تتضمن قيم مطلقة لهذا التمثيل، نحدد نقطة المنتصف. نقطة المنتصف بين اثنان وسالب ستة هي سالب اثنان. بعدما حددنا نقطة المنتصف، نوجد بعد سالب اثنان عن اثنان، ونوجد بعد سالب اثنان عن سالب ستة. سالب اثنان يبعد عن اثنان 4 نقاط، وسالب اثنان يبعد عن سالب ستة 4 نقاط. نلاحظ أن الدائرة عند اثنان مغلقة وباتجاه اليمين، والدائرة عند سالب ستة مغلقة وباتجاه اليسار. إذن التمثيل لا يتقاطعان. إذن إشارة المتباينة ستكون أكبر من أو يساوي. إذن القيمة المطلقة لسين ناقص نقطة المنتصف، نقطة المنتصف ذكرنا أنها سالب اثنان، أكبر من أو يساوي 4، والمقصود بأربعة بعد النقطة سالب اثنان عن اثنان، وبعد نقطة المنتصف سالب اثنان عن سالب ستة. إذن سين السالب في السالب يتحول إلى موجب، إذن سين زائدا اثنان أكبر من أو يساوي 4. مثال: درجة انصهار الجليد هي 0 درجة سيليزية، لكن خالد لاحظ أثناء إجراء تجربة أن درجة انصهار الجليد تتغير ضمن درجة سيليزية. اكتب درجة الحرارة التي لاحظها خالد. الحل: نقطة المنتصف هي 0 درجة سيليزية، مقدار التغير هو درجة سيليزية، إذن مقدار التغير يساوي 1. إذن سنحصل على المتباينة التالية: القيمة المطلقة لسين ناقص نقطة المنتصف، نقطة المنتصف هي 0، إذن القيمة المطلقة لسين أقل من أو يساوي مقدار التغير هو 1. إذن المتباينة هي القيمة المطلقة لسين أقل من أو يساوي 1. من ذلك سيكون سين أقل من أو يساوي 1، والسين أكبر من أو يساوي سالب 1. عند التمثيل على خط الأعداد، النقطة الأولى ستكون عند 1، سين أقل من أو يساوي 1، وستكون باتجاه اليسار لأن سين أقل والدائرة مغلقة لوجود علامة المساواة. النقطة الثانية سين أكبر من أو يساوي سالب 1، ستكون النقطة عند سالب 1 وستكون باتجاه اليمين لأن سين أكبر ومغلقة لوجود علامة المساواة. نلاحظ تقاطع التمثيلين. إذن سنحصل على أن مدى درجة الحرارة التي لاحظها خالد هو سين، حيث أن سين أكبر من أو يساوي سالب 1، والسين أقل من أو يساوي 1. تقويم: بلغ سعر سهم أحد الشركات 70.85 ريالا، وقد تذبذب هذا السعر ضمن 0.75 ريال في اليوم. أوجد مدى سعر التداول لهذا السهم. من المثال: نقطة المنتصف هي 70.85، ومقدار التغير أو التذبذب هو 0.75. إذن المتباينة هي القيمة المطلقة لسين ناقص نقطة المنتصف 70.85 أقل من أو يساوي مقدار التذبذب أو التغير وهو 0.75. إذن سيكون لدينا متباينتين. المتباينة الأولى سين ناقص 70.85 أقل من أو يساوي 0.75، والمتباينة الثانية سين ناقصا 70.85 أكبر من أو يساوي سالب 0.75. نوجد حل المتباينة الأولى: السين مطروحة منها 70.85، أقصى الطرح هو الجمع، إذا نضيف 70.85 للطرفين. السالب سيذهب مع الموجب، يتبقى في الطرف الأيمن سين أقل من أو يساوي 0.75 مضافا عليها 70.85 سيكون 71.6، إذن السين أقل من أو يساوي 71.6. المتباينة الثانية سين ناقصا 70.85 أكبر من أو يساوي سالب 0.75، السين مطروحا منها 70.85، عكس الطرح هو الإضافة، إذن نضيف 70.85 للطرفين. السالب يذهب مع الموجب، يتبقى في الطرف الأيمن سين أكبر من أو يساوي في الطرف الأيسر سالب 0.75 مضافا عليها 70.85 سيكون 70.1،
إذا السين أكبر من أو يساوي 70.1. التمثيل البياني خط العدد، النقطة الأولى سين أقل من أو يساوي 71.6، ستكون النقطة مغلقة عند 71.6 والاتجاه باتجاه اليسار لأن سين أقل. النقطة الثانية سين أكبر من أو يساوي 70.1، ستكون نقطة مغلقة عند 70.1 وستكون باتجاه اليسار. نلاحظ أن التمثيلين يتقاطعان، إذن سيكون لدينا الآتي: مدى سعر التداول لهذا السهم هو سين، حيث أن السين أكبر من أو يساوي 70.1 والسين أقل من أو يساوي 71.6. مثال: حلول متباينة، القيمة المطلقة لكاف ناقصا 5 أقل من 3، ثم مثل مجموعة الحل بيانيا. إذا من المثال القيمة المطلقة لكاف ناقصا 5 أقل من 3، إذا سيكون لدينا متباينتان. المتباينة الأولى كاف ناقصا 5 أقل من 3، والمتباينة الثانية كاف ناقصا 5 أكبر من سالب 3. نوجد حل الأولى، الكاف مطروحة منها 5، عكس الطرح هو الإضافة، إذا نضيف 5 للطرفين. سالب 5 سيذهب مع موجب 5، يتبقى في الطرف الأيمن كاف أقل من 3 زائدا 5 ب8، إذا الكاف أقل من 8. والمتباينة الأخرى كاف ناقصا 5 أكبر من سالب 3، الكاف مطروحة منها 5 عكس الطرح، نضيف 5 للطرفين. سالب 5 مع موجب 5، تبقى الكاف أكبر من سالب 3 زائدا 5، إذا كاف أكبر من 2. التمثيل على خط الأعداد، النقطة الأولى كاف عند 8 وستكون دائرة مفتوحة وباتجاه اليسار لأن كاف أقل. النقطة الثانية كاف أكبر من 2، إذا ستكون نقطة عند 2 وستكون مفتوحة لعدم وجود علامة المساواة، وسيكون التمثيل باتجاه اليمين لأن كاف أكبر. لاحظ أن التمثيلين يتقاطعان، إذن سنحصل على مجموعة الحل الآتية: كاف، حيث أن الكاف أكبر من 2 والكاف أقل من 8. تقويم: حل متباينة، القيمة المطلقة لاثنان جيم ناقصا 1 أقل من أو يساوي 7، ومثل مجموعة الحل بياني. إذا من المتباين القيمة المطلقة لاثنان جيم ناقصا 1 أقل من 7، سيكون لدينا متباينتان. المتباينة الأولى اثنان جيم ناقصا 1 أقل من أو يساوي 7، والمتباينة الثانية اثنان جيم ناقصا 1 أكبر من أو يساوي سالب 7. نلاحظ أن الاثنان جيم مطروحة منها 1 في المتباينة الأولى، عكس الطرح هو الإضافة، نضيف 1 للطرفين. سالب 1 يذهب مع موجب 1، يتبقى في الطرف الأيمن 2 جيم أقل من أو يساوي 7 زائدا 1 ب8، إذن 2 جيم أقل من أو يساوي 8. الجيم مضروبة في 2 عكس الضرب القسمة، نقسم الطرفين على 2، 2 في البسط يذهب مع 2 في المقام، يتبقى جيم أقل من أو يساوي 8 ناقصا 2 ب4، إذن الجيم أقل من أو يساوي 4. نذهب للمتباينة الثانية، 2 جيم ناقصا 1 أكبر من أو يساوي سالب 7، الجيم مطروحة منها 1 عكس الطرح والإضافة، إذن إضافة 1 للطرفين. سالب 1 يذهب عن وجب 1، يتبقى في الطرف الأيمن 2 جيم أكبر من أو يساوي سالب 7 زائدا 1 بسالب 6، إذن 2 جيم أكبر من أو يساوي سالب 6. الجيم مضروبة في 2 عكس الضرب هو القسمة، نقسم الطرفين على 2، 2 في البسط يذهب مع المقام، يتبقى في الطرف الأيمن جيم أكبر من أو يساوي سالب مقسوما على موجب بسالب 6 مقسومة على 2 ب3، إذن الجيم أكبر من أو يساوي سالب 3. التمثيل على خط الأعداد، النقطة الأولى جيم أقل من أو يساوي 4، إذن ستكون عند 4 وستكون دائرة مغلقة وباتجاه اليسار لأن الجيم أقل من أو يساوي. النقطة الثانية جيم أكبر من أو يساوي سالب 3، ستكون عند سالب 3 وباتجاه اليمين وستكون مغلقة لأن الجيم أكبر من أو يساوي سالب 3. لاحظ أن التمثيلين يتقاطعان، إذا مجموعة الحل في هذه الحالة هي جيم، حيث أن جيم أكبر من أو يساوي سالب 3 والجيم أقل من أو يساوي 4. مثال: حل المتباين، القيمة المطلقة لاثنان ها ناقصا 3 أكبر من أو يساوي 9، ثم مثل مجموعة الحل بيانيا.
إذا لدينا 2ها ناقصا 3 أكبر من أو يساوي 9، أو 2ها ناقصا 3 أقل من أو يساوي سالب 9. المتباينة الأولى 2ها ناقصا 3 أكبر من أو يساوي 9، الها مطروحة منها 3 عكس الطرح والإضافة، إذن بإضافة 3 للطرفين. سالب 3 يذهب بموجب 3، يتبقى في الطرف الأيمن 2ها أكبر من أو يساوي 9 زائدا 3 ب 12، إذن 2ها أكبر من أو يساوي 12. الها مضروبة في 2 عكس الضرب هو القسمة، إذن بقسمة الطرفين على 2، 2 في البسط يذهب مع 2 في المقام، يتبقى الها أكبر من أو يساوي 12 مقسومة على 2 ب 6، إذن الها أكبر من أو يساوي 6. المتباينة الثانية 2ها ناقصا 3 أقل من أو يساوي سالب 9، 2ها مطروحة منها 3 عكس الطرح والإضافة بإضافة 3 للطرفين. سالب 3 يذهب بموجب 3، تبقى في الطرف الأيمن 2ها أقل من أو يساوي سالب 9 زائدا 3 بسالب 6، إذن 2ها أقل من أو يساوي سالب 6. الها مضروبة في 2 عكس الضرب هو القسمة، نقسم الطرفين على 2، 2 يذهب مع 2 يبقى الها أقل من أو يساوي سالب 6 مقسومة على 2 بسالب 3، إذن الها أقل من أو يساوي سالب 3. عند التمثيل على خط الأعداد سيكون لدينا نقطتين، النقطة الأولى ها أكبر من أو يساوي 6، إذن ستكون الدائرة عند 6 وستكون مغلقة وباتجاه اليمين لأن الها أكبر من أو يساوي. النقطة الثانية الها أقل من أو يساوي سالب 3، إذن ستكون عند سالب 3 وستكون مغلقة وباتجاه اليسار لأن الها أقل من أو يساوي. نلاحظ أن التمثيلين غير متقاطعين، لذلك مجموعة الحل ستكون ها حيث أن الها أقل من أو يساوي سالب 3 أو الها أكبر من أو يساوي 6. تقويم حل متباين، القيمة المطلقة لنون زائدا 5 أكبر من أو يساوي 3، ثم مثل مجموعة الحل بيانيا. إذا سيكون لدينا المتباينة الأولى نون زائدا 5 أكبر من أو يساوي 3، أو المتباينة نون زائدا 5 أقل من أو يساوي سالب 3. المتباينة الأولى نون مضافا عليها 5 عكس الإضافة هو الطرح، إذا بطرح 5 من الطرفين، موجب 5 مع سالب 5 يتبقى النون أكبر من أو يساوي 3 مطروحة منها 5 بسالب 2، إذا النون أكبر من أو يساوي سالب 2. أو المتباينة الثانية نون زائدا 5 أقل من أو يساوي سالب 3، النون مضافا عليها 5 عكس الإضافة هو الطرح، إذا بطرح 5 من الطرفين، موجب 5 مع سالب 5 يتبقى في الطرف الأيمن نون أقل من أو يساوي سالب 3 ناقصا 5 بسالب 8، إذا نون أقل من أو يساوي سالب 8. التمثيل على خط الأعداد، النقطة الأولى نون أكبر من أو يساوي سالب 2، إذا ستكون الدائرة مغلقة عند سالب 2 باتجاه اليمين. النقطة الثانية نون أقل من أو يساوي سالب 8، إذا تكون النقطة عند سالب 8 وباتجاه اليسار. نلاحظ أن التمثيلين غير متقاطعين، فالأول باتجاه اليمين والثاني باتجاه اليسار. إذا ستكون مجموعة الحل هي نون، حيث أن النون أكبر من أو يساوي سالب 2 أو النون أقل من أو يساوي سالب 8. تعلمنا اليوم المتباينات التي تتضمن القيم المطلقة، تعرفنا على كتابتها من التمثيل البياني، وتعرفنا على أمثلة من واقع الحياة. في الختام أعزائي الطلاب والطالبات، أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرينا العملية التعليمية لديكم، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.